انا هبدأ اقرأ وعينينا على كل كلمة انا بقرأها. خلاص، ذات يوم زرنا حديقة الأزهار. ذات يوم زرنا حديقة الأزهار وشاهدنا الورد الأحمر والأصفر. تاني، ذات يوم شباب شباب، هقفل الصوت. نسمع، اسمعوا. ذات يوم زرنا حديقة الأزهار وشاهدنا الورد الأحمر والأصفر، وكانت رائحة الورد عطرة. سأل كريم المعلم: هل يمكنني قطف وردة؟ أجاب المعلم: لا، الورد يحتاج إلى الشمس والتربة. انت عندكو آخر كلمة تربة ولا كلمة ثانية؟ كلمة ايه؟ يحتاج إلى الشمس وإيه؟ طيب خلاص، يحتاج إلى الشمس والحديقة. الورد أجمل في الحديقة. طيب خلاص، تمام، مش مشكلة. دي لارا، لارا بتتكلم. طيب يا لارا، هجيب لك الصفحة وتعملي سكرين شوت ولا تعملي ايه؟ او ممكن خليكي معايا للآخر وهجيبها لك. خليكي معايا للآخر، محدش يلعب في الشاشة. خلاص، ذات يوم زرنا حديقة الأزهار وشاهدنا الورد الأحمر والأصفر، وكانت رائحة الورد عطرة. سأل كريم المعلم: هل يمكنني قطف وردة؟ أجاب المعلم: لا، فالورد أجمل في الحديقة. خلاص، هنا عاوزني أول واحدة هطلع من القطعة دي كلمة بها شدة. يلا، مين هيجيب لي كلمة فيها شدة؟ يلا، ها قولوا. المعلم. الحرف اللي عليه شدة ايه؟ ممتاز، برافو عليك. اللام. محدش يكتب دلوقتي، تمام؟ محدش يكتب دلوقتي، هجيب لكم الإجابة في الآخر عشان بس نركز. خلاص، طيب اللي بعدها كلمة بها تنوين بالضم. التنوين بالضم يا أولاد، خلي بالكو، التنوين بالضم بيكون ضمتين، وبتبقى موجودة فين؟ في آخر الكلمة. ضمتين، مش ضمة واحدة، بتبقى ضمتين موجودة في آخر الكلمة. ها، كريم، كريم، برافو عليك، تمام كده. طيب نجيب كلمة فيها تنوين بالفتح. التنوين بالفتح بيكون ايه؟ فتحتين، فتحتين، خلي بالكو، خلي بالكو، تنوين. طيب تنوين، خلاص، احنا عايزين نحفظ مع بعض. تنوين بالضم ضمتين، تنوين بالفتح فتحتين، تنوين بالكسر كسرتين. طيب الكلمة اللي فيها تنوين بالفتح عطرة، تن، خلاص، عطرة، ممتازين. طيب يلا، عايزين كلمة بها تنوين بالكسر. تنوين بالكسر يعني كسرتين. يوم، جميل. وردة، ممتازين، شاطرين. طيب يلا اللي بعده كلمة بها لام شمسية.
انتوا بقى اللي تقولوا، مش هساعدكم. كلم الشمس انت، الشمس. جميل، شاطرين. دي فيها لام شمسية. طيب كلمة بها لام قمرية. الأزهار، الأزهار، الورد. شاطرين. وعندي كمان المعلم، الأحمر والأصفر. برافو عليك، صح. كل دي كلمات فيها لام قمري. شاطرين. طيب اللي بعدها كلمة بها مد بالألف. يلا. الأزهار. ايه كمان؟ أجاب. برافو، أجاب. عندي كمان كانت. برافو، ها، شاهدنا. ممتاز. ايه كمان؟ يبقى قلنا شاهدنا وكانت والأزهار وأجاب، وفي واحدة كمان ذات ورائحة. ممتازين، شاطرين. هنكتب كلمة واحدة بس، خلاص. طيب يا، أنا عايزة كلمة واحدة وهطلع منها الحرف الممدود. يعني لو قلت كلمة الأزهار، الأزهار، الحرف الممدود ايه؟ خلي بالكو، الممدود مش المد. الممدود بيكون موجود فين؟ برافو، برافو. الحرف الممدود بيكون قبل المد، خلاص. فكلمة الأزهار الحرف الممدود الهاء. طيب لو قلنا كلمة رائحة، فين الحرف الممدود؟ الراء. ممتازين، الراء، الراء. طيب لو قلنا أجاب، الحرف الممدود ايه؟ الجيم، الجيم، نخلي بالنا. تمام. طيب لو قلنا كلمة كانت، الممدود الكاف. لا خلي بالكو، الممدود بيبقى قبل المد، قبليه، خلاص عشان محدش يتلخبط. طيب عايزة كلمة مذكر. مذكر يا ولاد، احنا اتفقنا ان مذكر اي كلمة بقولها على ولد، رجل، بتبقى المذكر يعني ولد. ممتازين، معلم وكريم. معلم وكريم، شاطرين. وممكن كمان، خلاص. طيب تعالوا كده نشوف كلمة بها مد بالياء. حديقة، شاطرين. طب فين الحرف الممدود؟ الحديقة، فين الحرف الممدود؟ الدال، شاطرين، الدال، خلاص. طيب كلمة مؤنث، كلمة بتدل على بنت، على حاجة مؤنث يعني بنت. خلي بالكو، خلي بالكو، أي كلمة، بصوا، أي كلمة آخرها تاء مربوطة بتبقى مؤنث. وردة، ها، إيه كمان؟ حديقة، عطرة. تمام، شاطرين. طيب تعالوا كده ندور في القطعة دي على سؤال. هنا في سؤال، في سؤال هنا في القطعة دي. مش احنا قلنا ان السؤال بيكون ليه شكل كده معين، بيبدأ بعلامة استفهام وبينتهي بعلامة استفهام. طب يلا ندور. ممتاز، مين اللي جاوب؟ مليكة. برافو، برافو يا هيا، برافو يا هيا. هل يمكنني قطف وردة؟ هو ده السؤال. ليه؟ لأنه هنا بادئ بدات الاستفهام اللي هي هل،
وفي نهايته في علامة الاستفهام. هو ده شكل السؤال، تمام؟ طيب يلا قولوا لي بقى، أداة الاستفهام ايه هي؟ هل جميل جميل تمام، انا عايزه اللي موجوده هنا بس خلاص. طيب عايزه كلمه مفرد، كلمه بتدل على مفرد. مفرد يا ولاد يعني حاجه واحده بس. ورده، جميل. ورده، يوم، ممتازين. ورده او يوم، خلاص. معلم، خلاص. شمس، اي كلمه بتدل على حاجه واحده بس. طيب في عندي كلمه جمع هنا، عاوزة كلمة، عايزة كلمة جمع. برافو الورد، في برافو الورد والأزهار، الكلمتين دول جمع. خلاص تمام، أجيب لكم الإجابة. استنى بس، ايه هصلح بس حاجة. هي دي غلط. أداة الاستفهام هتبقى هل، مش عارفة اكتبها. حد بيكلمني؟ في كلمة حد مش عارف يقرأها أو حاجة؟ أقرأ لكم حاجة واضحة؟ في حاجة مش واضحة أصلا؟ تمام.